مشهد، اعطيناكم تلميحات عن حلقه اليوم، في منكم عرف وفي منكم لا، وهلا اجى وقت نعرف شو في بقلب هذا البوكس. جاهزه؟ يلا. واحد، اثنين، ثلاثه، تدا، شيربي. واجا معه كمان ابنه الصغير. مثل ما قلنا لكم كائن غريب، ملمسه لطيف وكمان هو يعني كثير لطيف ومشاغب. خلونا نستكشفه مع بعض. عادة فيربي بيجي لحاله والابن لحال، بس نيو بوي عملت عرض خاص انه يجي فيربي مع ابنه. فيربي كثير له الوان متعددة. فينا نعرف الوان فيربي من سطح العلبة. شو نختار؟ شو رايك بهي؟ كثير حلوة. يلا يلا خلينا نفتحها. يلا. فيربي طبعا اجى معه مثل فيكم تستخدموه لخلفيه غرفه، وهذا فيربي بذات نفسه، وهي كمان مثل الكتالوجات اللي اجت معه، وانا كمان اجى ابنه لفيربي وكتالوج. فيربي هون مثبت بكرتونه بنحنا بحاجه نفك حتى نفكها مشان نحط فيها اربع بطاريات. طبعا حنستعين بمساعده شخص كبير ونرجع لكم. وهلا رجعنا وركبنا بطاريات فيربي. من وقتها لهلا ما سكت، ما سكت ابدا، كثير كثير مشاغب. فهاد هو فيربي، كثير انه هيك ملمسه كثير ناعمسي، كثير ناعم. اذا بتلاحظي عيونه عباره عن شاشه وبتتغير عيونه، يمكن على حسب مشاعره بتتغير. ايه بتتغير على حسب مشاعره. تعال نجرب نشد له ديله. يلا جربي جربي. وجهه. يو. طبعا فيربي مثل ما بتتعاملي معه بيتعامل معك، مثلا اذا قلبتيه هيك بيموت داخ. مجرد نحكي معه. جربي. هلو فيربي. واو بيتفاعل معك كثير، ملمسه ناعم جد كثير كثير. انا كثير حبيت فيربي. وانا حبيته كمان. شو رايك نشوف ابن فيربي؟ خلينا نشوف ابنه. يلا. هلا هو اصغر بكثير من ابوه ليكي. ايه حتى عيونه مو شاشات بتحسن تتحرك، انه نميله هيك تقوم تتغير تتغير، بصير بيعمل بغمض وبيفتح. على فكره اذا بتلاحظي كثير كيوت وصغير. ايه يا ترى بيطلع اصوات مثل فيربي؟ ايه بيطلع، شوفي عم بتضحك. ايه اوه كأنه تفاعلوا. ايه عم تفاعلوا. خلينا يحكوا مع بعض، بركي بيتفاعلوا مع بعض. يا جرب جربي انت اول شيء، بس جربي. ايه دقيقة. اوه حلو، كثير لذيذ، بيردوا على بعض كمان. عم بغني. اه كملوا الغنية. بيكملوا الاغنية مع بعض. كيف بيضحك؟ صوته بيضحك على فكرة. عم بيبكي. عم بسكته. عم بيهديه. عم بسكته. فيربي عنده تطبيق خاص بنحسن ننزله على الموبايل، وهو التطبيق مجانا. اسم التطبيق فيربي بوم. رح نفوت على التطبيق. فهلا فتنا على التطبيق، هون مكتوب فيربي. عم بيرقص. اوكي موسيقى حلوة. اوكي فهون اعطاني بلاي، رح نكبس بلاي. هون عاطيني انه اذا بلعب مع فيربي ولا بلعب بدون فيربي، فانا بما انه عندي فيربي رح العب مع فيربي. خلينا نلعب مع فيربي. هون عاطيني انه حط الموبايل باتجاهه بهيك طريقه مشان يعمل اسكان. هلا عم نعمل اسكان. هيك صوت اللحن. هلا عم يتعرفوا على بعض. تمام. تعرف على التطبيق. ف
فهمتوا؟ عن جد هلا بصير اللعب مع فيربي احلى بكثير، وفيكم تجمعوا نقط وايش، وفينا نحممه ونطعميه وكثير من الاشياء نعمله. عن جد كثير حلوه اللعبه، وخاصه مع تطبيق فيربي بصير احلى. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بحلقه اليوم مع فيربي وابنه. لا تنسوا تعملوا لنا لايك للفيديو وتتركوا لنا كومنت تحت، وتشتركوا بقناه نيو بوي عشان نشوف حلقات جديده من نيو بوي. سربرايز، باي.